الاسف برحب بيك في برنامج وشوشه على قناه النهار. الله يخليك يا احمد، ربنا يخليك، انا اللي برحب بيك. انت حبيبي وقاشه عمري. انت عارف. طب ما تيجي نتكلم على اغنيه كذا لون. انا ببدا سخن على طول كده عشان اعمل مزيكا عليك بقى، فاهم؟ لا انا موافق. كذا لون نقدر نقول عليها مهرجانات شويه، او لون انت مش متعود انك تغنيه. اه. ايه اللي خلاك تروح في السكه دي؟ اول حاجه انا ما كنتش ناوي اغنيها خالص، الموضوع جه معايا بالصدفه البحته. انا كنت قاعد مع اصحاب منتجين الاغنيه، وبعدين بنعمل برنامج، انا رايح معاهم برنامج زي جاي مع احمد الهوالي كده صاحبي، جاي اعمل معاه لقاء. فسمعت على الموبايل عندهم الاغنيه بتاعت كذا لون، قلت له عجباني جدا، انا عايز اغنيها، وعايز الملحن اللي بيغني ده، هو اللي غنى معايا اللي هو اسمه صاصة، هو الملحن عصام صاصة. قلت له انا عايز الملحن يغني معايا. هم رفضوا، قالوا له انا عايز الصوت ده معايا، عايز اعمل، ما هو انا مغني كلاسيك معروف للناس، انا مغني كلاسيك، الاغاني الرومانسيه والحاجات دي. كلاسيك كله رومانسي، حتى اللي فيه حركه بس بيتسمى كلاسيك. لكن انا عندي الحمد لله الشجن ده جوايا، بتاع الشعبي، بتاع المهرجانات اللي فيها غنى، من وانا صغير بحب اللون ده في الغنى. فكنت عايز اعمل الميكس ده بيني وبين حد، ده المفروض ان اي دويتو تعمل ما يبقاش انا وانت لون واحد، ده مش انا، مش انا، لازم مدارس مختلفه. انا بستغرب اقول لك ايه، ليه انت بعدت عن لونك وعملت دويتو مع حد بيغني لون تاني؟ ما ده المفروض. كنت عملت كده مع عباس حموده. عملت كده مع عباس حموده طبعا، وعباس حموده حكم دار الاغنيه طبعا، وانا بحبه جدا على المستوى الفني والشخصي وكل حاجه، وتحيه مني ليه طبعا من خلالكم يعني. انا شايف كده ان لازم، على فكره عالميا كلهم بيجي يعملوا دايو، دايما بتبقى مدارس مختلفه، ده الطبيعي. ما ينفعش اروح اغني، انا بغني كلاسيك وانت بتغني كلاسيك، هنقدم احنا اتنين كلاسيك، انا مش شايف ان في الحجمه اللي شغاله على المهرجانات والمطربين المهرجانات، ما خفتش تعمل كده؟ لا ما خفتش. بعدين انا عملت الاغنيه كذا لون دي، هي انا دايما بسمع تعليق ان كل كلمه فيها مفهومه، ده غريب عن المهرجانات بقى، دايما بنسمع لحن المهرجان بيقول ايه مش سامعين بيقول ايه، مش فاهم الكلام، مش فاهم الكلام ولا فاهم الحاله ولا فاهم حاجه، بس في تيمه لحنيه حلوه، في دب طخ حلو، بيت حلو. لكن هنا في كل حاجه عجبتني، انا عجبني الكلمه واللحن واخاز اللحن، وبعدين في رص في الكلام، كل جمله ليها معنى وحقيقيه وواقعيه ودارجه بين الناس، كل العوامل دي عجبتني. اللحن حلو، اللحن اخاز، يعني في شجن في اللحن، انا اقدر اغني فاهم فيه، ده مش موجود في المهرجانات عاده، دايما المهرجانات بتبقى فيها خبط ورزع ومش فاهم بتقول ايه. عوامل الاغنيه دي اللي شجعتني ان انا اعملها. طب ما خفتش خالص على فكره، ما حسيتش بصدمه لما لقيت الاغنيه دي عملت ارقام كبيره قوي، مشاهدات كبيره قوي، اكتر من الاغاني الكلاسيك اللي انت بتعملها اللي كان مصروف عليها؟ انا حسيت بصدمه فظيعه. مش كده بس، ده انا بخش على الترندنج عامه كل يوم، ابص كده الاقي مثلا مهرجانات في 50 مليون وكلاسيك احنا اللي بنغنيه مليون ونص، يعني الجامد فينا بيعملوا سعر اكتر بكتير. انا بصرف على كليب مثلا ساعات مليون جنيه، الاغاني الثانيه ما بتكلفش. بعدين انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، هتقول لي ايه اللي خلى المهرجانات تنجح او تنتشر قوي كده والكلاسيك سوق يقع؟ عوامل كتير قوي بقى، من ضمنها صناع الاغنيه الكلاسيك.